بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور محمد غزال، سأتحدث معكم اليوم في موضوع الفصل الثاني، ألا وهو استراتيجية المحتوى التسويقي ضمن مساق التسويق الإلكتروني الذي سيقدم أو الذي يقدم في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا خان يونس. أولا في موضوع المساق سنكون معكم في البنود التالية. المحتوى الذي سنناقشه في هذا الفصل سيتطرق إلى المحور، ما هو المحتوى التسويقي وخطوات بناء المحتوى التسويقي، وسيكون لدينا سؤال ألا وهو كيف لنا أن نصيغ المحتوى أو أهداف المحتوى التسويقي أو الأهداف التسويقية، ونربط الأهداف التسويقية مع رحلة المشتري بدءا من التوعية وانتهاء بدفع بالشراء ودفع الأموال. وسنتحدث عن نموذج توزيع المحتوى على الأهداف التسويقية، كيف لنا أن نختار المحتوى المناسب ليحقق الغرض والهدف المناسب في الخطة التسويقية، وكذلك بناء المحتوى التسويقي، أشكال البناء وطريقة بناء المحتوى التسويقي وخرائط بناء المحتوى التسويقي والأدوات التي ستستخدم في النشر وفي بناء المحتوى التسويقي. طيب، أولا ما هو المحتوى التسويقي؟ قبل ما ندخل في استراتيجية المحتوى التسويقي ونتكلم بالعمق في الأدوات وما إلى ذلك، المحتوى التسويقي باختصار شديد جدا، لدينا هنا حاجات مستخدمين، لدينا حاجات مستخدمين ولدينا أهداف أعمال تجارية، لدينا طرفين، طرف الشركة وطرف المستهدفين. المحتوى التسويقي هو الذي يتم بناؤه ليلبي حاجات المستهدفين ويحقق أهداف العلامة التجارية أو أهداف الأعمال التجارية. مثلا في عندنا والله شركة معينة بدها توعي المجتمع، توعي المجتمع نحو قيمة معينة أو نحو المنتج معين، يجب أن نوصل الرسالة حتى نحقق هذا الهدف، ولكن يجب أن نطلع إلى احتياجات واهتمامات الفئات المستهدفة ونقدم لهم المحتوى بما يتناسب مع هذه الفئة المستهدفة، وبذلك نكون صنعنا محتوى تسويقي. أصبح المحتوى هناك طرفين، طرف المحتوى وطرف الفئات المستهدفة. فسنتكلم في هذا السياق إن شاء الله. فهم السياق الخاص بالعلامة التجارية وحاجات المستهلك ومطابقة هذه الفهم هو أفضل مسار في بناء المحتوى للجمهور. أصبح في عندي طرفين، طرف العلامة التجارية، أصبح طرف الأعمال وأهداف الأعمال وحاجات المستهلكين. إذا تمت المطابقة بين الطرفين فنكون هناك محتوى تسويقي فعال. يتم صناعة المحتوى التسويقي لغرض التأثير بالمشاركين وبالمستهدفين وبالعملاء ودفعهم للتفاعل مع هذا المحتوى حتى الوصول بهم إلى مشاركة هذا المحتوى، ويكون المجتمع هو مجتمع advocates أو مجتمع مسوق للعلامة التجارية أو مسوق لمحتوى العلامة التجارية. فكلما ارتقينا بالمحتوى ليتناسب مع حاجات هذا الجمهور، فإن هذا الجمهور سيقوم بالتفاعل مع هذا المحتوى للوصول إلى مشاركة هذا المحتوى، ويكون الجمهور هو عبارة عن المسوق. أصبح لو أتينا إلى المحتوى التسويقي بهذا النموذج يكون لدينا شقين، شق المحتوى وشق الفئة المستهدفة. يجب أن نبني المحتوى ويكون مناسب وذو علاقة للفئة المستهدفة حتى يتم التفاعل، يعني بدون ما يكون هذا المحتوى مناسب للفئة المستهدفة لن يتفاعل هذا الجمهور مع هذا المحتوى. لذلك المرحلة الأخرى يجب أن يكون هذا المحتوى قيم ومحتوى معتبر لحاجة هؤلاء المستخدمين. إذا كان هذا المحتوى محتوى ذو قيمة للجمهور المستهدف فسيتم اتخاذ القرار الشرائي بكل سهولة وبكل وضوح. ولا ننسى أن الفئة المستهدفة عندما تأتي إلى المجتمع أو تأتي إلى السوشيال ميديا أو إلى الحملة التسويقية أو تتفاعل مع الحملة التسويقية، فيكون للفئة المستهدفة حاجة، ألا وهي الرحلة الشرائية أو ألا وهي تحقيق أهداف الفئة المستهدفة. إذا تفاعلنا في المحتوى وقدمنا للفئة المستهدفة محتوى مناسب فإن الفئة المستهدفة ستتفاعل. إذا قدمنا محتوى قيم فإن الفئة المستهدفة ستتخذ القرار الشرائي، وهكذا نكون قد حققنا هدفين، هدف الأعمال بتحقيق الرحلة الشرائية بكفاءة، وهدف الفئة المستهدفة التي تحتاج لهذه القيمة أو تحتاج لهذا المنتج، وهكذا. فكانت الوسيلة بالمحتوى التسويقي. أصبح المحتوى التسويقي هو عبارة عن أفضل الوسائل أو أفضل الاستراتيجيات التسويقية التي تستخدم حتى يتم
تحقيق اغراض اهداف الاستثمار او اهداف الاعمال، وكذلك اهداف الفئات المستهدفه او اهداف الجمهور. لذلك انطلاقا من اهميه هذا الامر وانطلاقا من اهميه بناء المحتوى التسويقي، احنا هنا عندنا منهجيه معينه الا وهي مجموعه من الخطوات. لو تتبعنا هذه الخطوات سنبني محتوى تسويقي. اصبح هذه الخطوات هي الخطوات التي يجب ان نتبعها كصناع محتوى تسويقي او كناس مسوقين، وهذه الخطوات ستودي بنا في نهايه المطاف الى ان ننشئ محتوى تسويقي. اولا ترجمه جوهر العلامه التجاريه. قبل ما نقول جوهر العلامه التجاريه يجب ان نقول ما هي العلامه التجاريه. العلامه التجاريه انه احنا اليوم خرجنا العلامه التجاريه لمشروع معين، مثلا مثل شركه LG عندها شعار LG، ولكن هناك في الشعار يرافق الشعار جمله معينه او كلمه معينه، جمله صغيره اكيد او كلمه تعبر عن مضمون هذه العلامه التجاريه. يجب ان نوصل العلامه التجاريه بكلمه او بجمله صغيره، هذه الجمله الصغيره تترجم كل القيم والعواطف والمشاعر التي يجب ان تنبع من هذه العلامه التجاريه. اصبح يجب ان نؤثر بالجمهور من خلال المحتوى، ولكن يجب ان نربط هذا المحتوى الذي سنقوم ببنائه في جوهر العلامه التجاريه، حتى ما ان راى الناس او الجمهور الجوهر هذا يشعر ان هذا الجوهر يحتمل او يتضمن الكثير من القيم، وهذا ما سناتي عليه في ربط المحتوى التسويق وبنائه بجوهر العلامه التجاريه، كيف لنا ان نبني ذلك وكيف لنا ان نفسر ذلك في المستقبل. الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه، يجب ان يتم بحث السوق، اي عمل التحري والتدقيق حتى نتعرف على الجمهور المستهدف. ففي حال تعرفنا على الجمهور المستهدف نتعرف على احتياجات الجمهور المستهدف، نتعرف على ملفات العملاء، من هم العملاء، ما هي احتياجاتهم، ما هي خصائصهم، ما هي منصاتهم، كيف يتعاملون، كيف يستخدمون الأجهزة التي يدخلون من خلالها على هذه الحملات أو يتفاعلون من خلالها. كل هذا سيوفر علينا العناء الكبير في موضوع التنبؤ بأفضل طريقة لنا نخاطب هؤلاء العملاء بالمحتوى. ركز، إحنا نتكلم في المحتوى، فأصبح لابد أن نتعرف على العملاء ومن هم العملاء حتى نستطيع الوصول إليهم بالمحتوى المناسب. بعد ذلك سيتم توزيع هذه الفئات أو هذه العملاء إلى مجموعة فئات مستهدفة. نقول مثلا عملائنا هم طلاب مدرسة، هم محاضرين في المدرسة، هم إدارة مدرسة. أصبح قسمنا العملاء إلى ثلاث فئات مستهدفة. في كل فئة من هذه الفئات يجب أن نصل إلى توجهات رئيسية وركائز رئيسية لهذا المحتوى، أي كيف لنا أن نخاطب الطلاب، ما هي المحاور التي سنرتكز إليها في صناعة المحتوى الخاص بالطلاب، ما هي الركائز التي سنعتمد عليها في بناء المحتوى الخاص بالمعلمين أو بالإدارة. ومن ثم سننطلق إلى المرحلة الرابعة ألا وهي موائمة ومطابقة نوع المحتوى التسويقي. بنتكلم فيديو، بنتكلم أوديو، بنتكلم عفوا بوست، أو بنتكلم تصاميم سوشيال ميديا. هذه الأنواع من المحتويات كيف لنا أن ننتقي النوع الأنسب حتى يحقق المحتوى التسويقي الأهداف التسويقية وكذلك يؤثر بالجمهور. هنا يجب أن يكون لدينا طريقة، وسنطرح هذه الطريقة وسنقدمها حتى نقول للمسوق أو لصانع المحتوى اصنع كذا ولا تصنع كذا، اصنع هذا النوع من المحتوى ولا تصنع هذا النوع من المحتوى. سيكون لدينا إجابة عن هذا الوضع، وسنكون بإذن واحد أحد لدينا القدرة على اختيار أنسب الأعمال وأنسب أنواع الأعمال. طيب بعد ذلك سندخل بالتفصيل. أول مرحلة من مراحل طريقة بناء المحتوى التسويقي ترجمة جوهر العلامة التجارية. ما هو جوهر العلامة التجارية؟ هو الجملة القصيرة أو حتى الكلمة التي ترافق العلامة التجارية وتلخص الخصائص الفريدة والنوعية وتلخص القيم والعواطف النابعة من هذه العلامة التجارية والموجهة للجمهور. يجب أن تساعد هذه الجوهر أو هذه الجملة في تحديد نغمة الصوت. يعني لا ننسى أن نرافق الجوهر بنغمة صوت تكون كخلفية، حتى ما إن سمع الجمهور أو سمعت الفئات المستهدفة النغمة
فستدل هذه النغمة على المضمون الذي يعبر عنه هذه العلامة التجارية، وكذلك الأسلوب الذي يجب أن تتفاعل فيه هذه العلامة التجارية. أصبح الجوهر عبارة عن جملة قصيرة مرافق أو يرافق هذه الجملة حركة معينة، أو يرافق هذه الجملة نغمة صوتية. هذه النغمة وهذه الحركة وهذه الكلمة وهذا الشعار كله يوفر لنا أو يعطي لنا شعار معين أو يعطي لنا علامة تجارية مميزة. هذه العلامة يكون من خلالها أو من خلال المحتوى التي سنأتي إليه في المراحل القادمة هو الأساس الذي سيربط العلاقة ما بين الجمهور وما بين العلامة التجارية، أي ما بين الأعمال. أصبح كيف لنا أن نعزز العلاقة ما بين الجمهور وما بين أصحاب الأعمال أو الأعمال أو المنتجات أو الخدمات التي سنقدمها من خلال الأعمال. هذا ما سيقوم به هو العلامة التجارية وبمضمونها الذي سنأتي عليه في المرحلة القادمة. نأخذ أمثلة على موضوع جوهر العلامة التجارية. هنا شركة BMW، سيارة BMW لديها علامة تجارية BMW كما هو ملاحظ عنا في الشكل الحالي الموجود هنا. طيب ما هي جوهر العلامة التجارية؟ Driving Pleasure، متعة القيادة. أصبح الآن أول ما صمموا الشعار أرفقوا الشعار بجملة، هذه الجملة هي عبارة عن المضمون العاطفي والقيم الذي تحمله هذه الشركة والموجه للجمهور، حتى يعزز من خلال هذه الكلمات المضامين التي تحملها هذه الشركة. طيب شركة أخرى، بنتكلم عن شركة فولفو. شركة فولفو رفعت هذا الشعار، شعار فولفو هو شعار نصي، بنتكلم البراند اسنس أو جوهر العلامة التجارية سيف آمنة، وكأنه بده يوضح للمشاهد أو للمستهدف أو للجمهور أن مصدر الأمان هو سيارة الفولفو. الآن لاحظوا معايا، هذه أول الخطوات، ما بعد ذلك سيأتي كيف لنا أن نعزز هذا المعنى في المحتوى حتى نعزز العلاقة بين الجمهور وبين العلامة التجارية. أصبح آمنة سينتج عنها كثير من الأعمال المحتوى، حتى نفسر الآمنة كيف آمنة ستكون من خلال المحتوى الذي سنقدمه في الخطوات التالية. طيب العلامة التجارية الثالثة، نتكلم وولد ديزني. هذه شركة معروفة أو علامة تجارية معروفة لموضوع اللي هو السينما الأطفال. طيب ديزني هاي نتكلم يعني اللي هو ماجيكال، رفعت اللي هو براند اسنس أو جوهر علامة تجارية ماجيكال ساحري، وكأنهم بدهم يوضحوا إنه محتوانا هو محتوى ساحري يجلب إيش؟ يجلب الناس ويجلب التأثير أو يجلب التأثير على الجمهور المشاهد أو المستمع لهم. بعد ذلك بعض البراند اسنس أو بعض أمثلة من جوهر علامة تجارية، شركة نايك مثلا رفعت الابتكار والإلهام، شركة كوكاكولا أوجدت إنه كوك يجلب الفرح. ما علاقة كوك أو ما علاقة الكوكاكولا كمنتج يشرب بالفرح؟ هذا هي الجوهر الذي وهنا السر، لأننا يجب أن نعلن أو أن نرسل للجمهور رسائل عاطفية، ونحقق هذه الرسائل بمجموعة من المحتويات حتى نعزز العلاقة العاطفية بين الجمهور وبين المنتج. إذا وفرنا العلاقة العاطفية، يعني خطبنا الجمهور باهتماماته، خطبنا الجمهور بما يحب أو باحتياجه، هنا نعزز العلاقة الطيبة بين العلامة التجارية وما بين الجمهور، وفي ذلك سيكون أثر كبير جدا في زيادة المبيعات وأثر كبير جدا في قيمة هذا البراند أو قيمة هذه العلامة التجارية. طيب كامينج ترينينج، شركة لا تربط الناس في عالم التدريب والتطوير، رفعت شعار كونكت ليرن بروموت، وصل تعلم تعزز وتطور. يعني حطت هنا جملة مكونة من ثلاث كلمات، هذه الثلاث كلمات عبرت عن المضمون والرسالة والقيم والعواطف التي تحملها هذا البراند. آخر شيء اللي هو الجي لايفز جود، اللي هو الحياة حسنة أو الحسن الحياة، هنا برضو رفعت شعار، هذا الشعار عاطفي موجه للجمهور حتى يقدم من خلاله المحتوى ويعزز العلاقة من المحتوى الذي سيأتي. بعد ذلك سيكون لدينا بحث عن العملاء ومن هم العملاء.
يجب أن نتعرف على العملاء الذين سنستهدفهم في حملتنا. إحنا طالعين بحملة، هذه الحملة توعوية للأطفال، يجب أن نتعرف من هم الأطفال. حملة توعوية أو حملة إرشادية توجيهية، حملة تعليمية، حملة زيادة مبيعات، في أي كان هذه الحملة يجب أن نتعرف من هم المستهدفون، من هم العملاء المتوقعون. لذلك يجب أن نقوم بعمل بحث ميداني عن السوق حتى نتعرف على ملف العملاء. فيه طريقة، عندي هنا طريقة هي البرسونا التي نجذب خلالها ملف العميل الذي يشتمل على الخصائص والاحتياجات والتفضيلات التي من خلالها نتعرف على تفصيلات هؤلاء المستهدفين للعملاء. يتم التركيز على الخصائص ذات العلاقة بتحفيز العملاء نحو العلامة التجارية. في خصائص إلها لازمة وفي خصائص ما إلها لازمة، إحنا بنركز على الخصائص اللي هي لها لازمة أو لها أثر في تحفيز وتشجيع العملاء نحو اتخاذ القرار الشرائي. يتم استخدام ملف العميل لماذا؟ ليتم تقسيم العملاء حسب ملف العميل. مثلا جبنا العملاء، مثلا جبنا ذكر وأنثى، بنجمع كل العملاء من الجنس الذكري حتى نضعهم في مجموعة الذكور، ونجمع العملاء الجنس الأنثوي ونضعهم في مجموعة. أصبح من خلال ملف العميل نستطيع تقسيم العملاء سواء بجنسهم، سواء بمناطقهم الجغرافية، سواء باهتماماتهم، سواء بالمنصاتهم التي بيستخدموها. إيش من الخصائص التي جمعناها يمكن لنا بعد ما نجمع ملفات العملاء نقوم بتقسيم هؤلاء العملاء ومخاطبة كل مجموعة على حدة. مش هنيجي نخاطب كل فرد على حدة، لا، بل سنقوم بتجميع هذه العملاء أو بتجميع قائمة العملاء واستطاعتنا من خلال ملفاتهم إلى توزيعهم حسب إيش؟ حسب الخصائص اللي إحنا بنجدها. طيب ناخذ مثال على البيرسونا، ملف العميل هذا. هذا النموذج لملف من العملاء. يحتوي النموذج هذا أو يحتوي ملف العميل على 10 معلومات. أول معلومات شخصية، اسمه، تاريخ ميلاده، ذكر أنثى، مكان سكنه. السمات الشخصية، بنتكلم عليه ذكي، بنتكلم عليه عاطفي، بنتكلم عليه إنسان اجتماعي. إيش سماته الشخصية؟ إيش المراجع؟ مين الناس الريفرنس اللي إيش اللي ممكن يكون والله بتكلموا عنه؟ أربعة، التعبير النموذجي للشخص. هذا الشخص يجب أن يكون له عبارة تلخص مضمونه. هذا الإنسان إنسان اجتماعي، إنسان عاطفي، بجملة معينة، باقتباس معين، يجب أن نضع هذا الاقتباس حتى نعبر عن هذا الشخص. أيضا الخبرات التكنولوجية، ما هي الخبرات التي يمتلكها هذا الشخص؟ والله هذا إنسان مبتدئ في التكنولوجيا، هذا إنسان مصمم، هذا إنسان مطور، هذا إنسان مستخدم للتكنولوجيا. يجب أن نعرف الخبرات التكنولوجية الخاصة فيه. أهداف وخبرة المستخدم، أهداف خبرة المستخدم، ما هي اليوزر إكسبيرينس وأهداف اليوزر إكسبيرينس لهذا المستخدم. ما هي، سبعة، ما هي الأجهزة والمنصات التي يستخدمها هذا المستخدم؟ مثلا مستخدم إكس من الناس يستخدم منصات مثلا الفيسبوك أو تويتر أو إنستغرام. طب ما هي الأجهزة التي يستخدم فيها أو يستخدمها بالوصول إلى هذه المنصات؟ يستخدم الموبايل واللابتوب مثلا. طب تفاصيل المجال، هو المجال الذي يعمل فيه، ويعمل هو في مجال التكنولوجيا مثلا، في مجال صناعة المحتوى الرقمي. في أي مجال في صناعة المحتوى الرقمي؟ في الموشن جرافيك مثلا. هذا إحنا فصلنا في المجال اللي بيعمل فيه، ما يجب أو ما يحب فعله وما لا يجب فعله، ماذا يقوم هذا وما لا يقوم به، يعني أشياء يقوم بها هذا العميل وأشياء لا يقوم بها هذا العميل. عشرة، العلاقة بين العلامة التجارية وبين المنتج مع هذا الشخص، يعني ما هو العلاقة ما بين هذا الشخص وما بين العلامة التجارية. هو عبارة عن عميل، هو عبارة عن إنسان له علاقة، العلاقة وطيدة، العلاقة بسيطة، العلاقة ما بيعرف أي شيء عن العلامة التجارية. يعني يجب أن نعرف في هذا الإطار مجموعة من المعلومات. أصبح مجموع هذه المعلومات إحنا من خلالها تعرفنا على العملاء المستهدفين، من هم، ما هي خصائصهم، ما هي خبراتهم، ما هي التعابير اللي ممكن المراجع تعدهم، مجال عملهم. كل هذه المعلومات إذا عرفناها عن العميل فسنتمكن من التأثير عن العميل. ما بنقدر يا جماعة اليوم إحنا نخاطب العميل وإحنا لا نعرف من هذا العميل.
ما بنقدر نأثر بالعميل واحنا ما بنعرف مين هو العميل ومن وين بلده وايش ثقافته وايش اجتماعياته وايش بيحكي وايش اللي بيحبه وايش اللي بيكرهه وايش اللي كل هذه الامور بتساعدنا حتى نستطيع بالتأثير من خلال المحتوى الذي سنصنعه ويكون هذا محتوى. طيب خلصنا المرحلة الثانية. أول مرحلة نرجع نذكر، المرحلة الأولى كنا نتكلم عن مين؟ بنتكلم عن البراند إسنس اللي هو الجوهر العلامة التجارية وكيف لنا أن نبني جوهر للعلامة التجارية. المرحلة الثانية كيف لنا أن نمسح السوق ونتعرف على العملاء المستهدفين حتى تكون المرحلة لها ما بعدها التأثير على هذا الجمهور من خلال تقسيمنا لإيش؟ للمجموعات أو للملفات العملاء حسب المجموعات المختلفة، وهذه المجموعات أو هذه المجموعات ستكون هي الفئة المستهدفة. الثالث، الخطوة الثالثة أو المرحلة الثالثة في المنهجية هي بناء توجهات وركائز للمحتوى. مثلا إجينا إحنا وجدنا إنه في عندي مجموعة رقم واحد، مجموعة رقم اثنين، مجموعة رقم ثلاثة. بنيجي عند المجموعة رقم واحد بنقول والله إيش هي الركائز، إيش هي المحاور اللي فعلا هي عبارة عن كلمات عاطفية أو تعابير معينة. هذا التعبير بمجرد ما إنه نوجهها لهذه الفئة فستؤثر أو فستترجم الجوهر إلى مضمون وإلى إيش؟ إلى أفكار. من هذه الركائز سيتم الخروج بمجموعة أفكار، ومن ثم سنخرج من الأفكار هذه بمجموعة محتويات. يجب أن يتم التركيز على دعوة العملاء أمام عملية الشراء بقدر ما نركز على توجيه رسائل محفزة. عفواً، لا يجب أن نركز على دعوة الناس للشراء أو لإنتاج أو لتحقيق عملية الشراء بقدر ما نركز على توجيه رسائل محفزة، رسائل عاطفية، رسائل فيها من الاهتمام لدى الجمهور أكثر ما أن نقول للجمهور اشتري هذا المنتج أو لا تشتري. طيب نأخذ مثال على بناء توجهات المحتوى الرقمي. طيب شركة كوكاكولا رفعت اللي هو الكوك يجلب الفرح أو يجلب السعادة. الآن هذا البراند إسنس أو هذا الجوهر الذي رفعته شركة كوكاكولا الآن يجب أن يقسم إلى توجهات أو ركائز. هذه الركائز هي التي سنخرج منها بمجموعة أفكار. طيب أول ركيزة من الركائز اللي تكلمنا دخل على موضوع الصداقة. إيش علاقة الصداقة بالكوكاكولا؟ هنا الفكرة إنه إحنا أصبح بدنا نربط مصدر المادة أو المنتج هذا لشيء عاطفي. ربطنا الكوكاكولا بشيء عاطفي من خلال والله إنه الكوكاكولا بتحضر أو بتجلب السعادة. طب كيف تجلب السعادة؟ الصداقة مصدر من مصادر السعادة. والله أنا وصديقي موجودين مع بعض، أتت الكوكاكولا عززت موضوع الصداقة. طيب التعاون، موضوع التعاون. طيب اليوم انا وصديقي ماشيين مع بعض وفي في 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 بنتسلق في جبل، وهذا الجبل احنا تعبنا فيه ومش قادرين نتعاون مع بعض ومش قادرين. اتت الكوكاكولا هذه فاعطت قوه، فاستطعت من خلالها او بعد ما شربت الكوكاكولا اني اتعاون مع صديقي، انا اخذ بايد صديقي وانتقل فيه من ايش؟ من الصعوبه الى السهوله. هاي فكره اخرى. السعاده، بنتكلم عن موضوع السعاده كايش؟ كركيزه من ركائز المحتوى. إنه ممكن إحنا نكون في مجتمع، هذا المجتمع ما فيش فيه سعادة، أو مجتمع رتم عالي، بناكل في جو عائلي، ما فيش عندي والله أي شيء يكسر الجمود في هذا المجتمع العائلي أو في المجتمع الأسري. تأتي الكوكاكولا فتكون مصدر للسعادة، نفرح جميعا ونتعاون مع بعضنا وتكون الكوكاكولا أو وجود هذا المنتج هو عبارة عن ملهم للسعادة أو هو عبارة عن مصدر للسعادة. تخيلوا الآن إحنا قدمت ثلاث أفكار، الثلاثة هذولا هم عبارة عن ركائز من خلالها ينتج مجموعة من الأعمال، مجموعة من الأفكار. هذه الأفكار إما بتكون بوستات، إما بتكون فيديوهات، إما بتكون دوكيومنتري، إما بتكون ملفات، عفوا فيديو أو جيف أو ما إلى ذلك، أشكال مختلفة من الأعمال أو أعمال المحتوى، ولكن نبع هذه الأفكار يأتي من هذه الركائز. فهي مرحلة وسطية ما بين جوهر العلامة التجارية وما بين أفكار المحتوى وأنواع المحتوى. يجب أن نستخرج من هذا الجوهر مجموعة من الركائز، هذه الركائز تكون هي مصدر لموضوع أو لأفكار المحتوى التي سنصنعه تباعا. طيب نتكلم
هنا على موضوع مطابقة نوع المحتوى. رابعا، مطابقة نوع المحتوى مع الأهداف التسويقية. فيما يخص مطابقة نوع المحتوى مع الأهداف التسويقية، سيكون هناك أمرين مهمين. أولا، الرحلة الشرائية أو بسموها السيلز فانل. الرحلة الشرائية بتأخذ المستهلك أو المستخدم أو العميل من مرحلة التوعية لمرحلة اتخاذ القرار، ويجب أن يكون هناك لكل مرحلة من هذه المراحل اللي بيمر فيها الإنسان أو بيمر فيها العميل حتى يتخذ القرار الشرائي، بيكون إلها أهداف معينة. أصبح ما بصير أني أنا أفتح المجال أقول للمجتمع أو أفتح حملة تسويقية وأنا أضخ محتوى وأقول للناس بدي أعلن عن عملية بيع لمنتج معين، بقدر ما أني أوعي الجمهور نحو العلامة التجارية وما تحمله من قيم، نحو المشاكل اللي بواجهها الجمهور. أذكر الجمهور أنه في عندك مشاكل 1 2 3، أذكر الجمهور باحتياجاته المختلفة، وأنتقل فيه من مرحلة توعوية إلى مرحلة تعليمية إلى مرحلة تحفيزية تشجيعية إلى مرحلة تفاعلية إلى مرحلة الاختبار، ومن ثم إلى مرحلة مين؟ الشراء. لذلك مطابقة نوع المحتوى يجب أن يرتفق أو يترافق مع الأهداف التسويقية. حتى موضوع صياغة الأهداف التسويقية يجب أن يكون مضمونه محدود من التوعية إلى الشراء، من التوعية إلى اتخاذ القرار الشراء، إلى التحويل. كيف نحوله من جمهور عام أو من إنسان مستمع لإنسان محقق لأهداف إيش؟ أهداف التسويقية والأهداف الحملة التسويقية. لذلك الربط بين الطرفين، بين أهداف الحملة التسويقية وأهداف الخطة التسويقية وبين احتياجات الفئة المستهدفة، هو ربط مهم جدا لكل هدف مجموعة من المحتويات، مجموعة من أنواع المحتويات، مجموعة من الداتا تايب فايلز اللي إحنا حنقترحها هنا في النموذج اللي حيكون عندي في قريبا، حيكون هو المساعد والمعاون لي إيش اللي أختاره وإيش ما أختارش. اختار فيديو او اختار انفوجرافيك، اختار بوست او سوشيال ميديا بوست، او اختار عفوا اللي هو فيديو دوكيومنتري فيديو، اختار مثلا تقييمات، او اختار شهادات جمهور، او اختار مراجعات سابقه لناس او لقصص ناجحه في 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 عمليه التجربه او في التجربه مع هذا المنتج. لذلك تحديد الهدف التسويقي يعتبر أهم مرحلة في بناء الخطة التسويقية، ومن بعد ذلك يتم فهم رحلة العميل، رحلة العميل من إلى من التوعية حتى اتخاذ القرار الشرائي. وفي هذه الرحلة سيمر العميل بمرحلة بعدة مراحل، وفي كل مرحلة يكون مقترحات عديدة من أنواع مختلفة من مين؟ من المحتوي. طيب هنا رحلة المشتري هو بسموها السيلز فانيل أو كاستمر جيرني. هذه الرحلة أو هذا الفانيل بيبدأ زي ما أنتم شايفين هنا التوعية. بنحكي عن التوعية اللي هي موضوع الهدف الأول اللي ممكن يحمله أي حملة أو تحمله أي حملة وموجهة للجمهور. لاحظوا موضوع الجمهور، العينة تحت الجمهور عينة كبيرة جدا. أنا بخاطب الجمهور مساحة عريضة من الجمهور، وليكن 1000 واحد هنا عندي، أنا بخاطب جمهور اللي مشكل من 1000، بعملهم عملية توعية. لاحظوا معايا، جمهوري مش كل العالم، ولكن الناس اللي بيحملوا نفس الاهتمامات ونفس الاحتياجات اللي أنا بزود من خلالها أو بزود لهم احتياجاتهم أو اهتماماتهم، بزود لهم محتوايا أو خدماتي أو منتجاتي بما يتناسب مع احتياجاتهم وأهدافهم وإيش ورغباتهم. لذلك أنا بقوم بوعي هذه العينة الكبيرة من المجتمع، بوعيها بمحتوى، في نوع من أنواع المحتوى هو مخصص لأهداف التوعية. ركزوا معايا، أصبح اليوم هذا التوعية في لها أنواع محتوى مختلفة حنتكلم فيها في السلايدز القادمة. ومن ثم سيتم توعية المجتمع، كل 1000 واحد من المجتمع اللي حيهتم وينتقل من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، هم جزء من هؤلاء الناس حيهتم وحينتقل للمرحلة الثانية، حيبدأ يتفاعل، حيهتم في أنا توع فهمت وعرفت، لا صرت مهتم، صرت أنا أنتظر حتى أعمل لايك، أتفاعل، أعمل كومنت، صار في نوع من التفاعل.
بعد ذلك انتقلت مرحلة ثالثة، موضوع اللي هو التفاعل، موضوع كيف أنا أتصفح بيانات المنتج. هذا إيش هذه مرحلة كيف أنا من خلالها أستطيع أن أتفاعل مع المنتج وأقرأ أكثر عن تفاصيل هذا المنتج، أقرأ أكثر عن موضوع المنتجات البديلة أو المنتجات المشابهة. بعد ذلك سيكون في عندي نية وعزم، أنا في عندي عزم أنا سأنتقل في الجمهور، جزء من هذا الجمهور اللي حيتصفح بياناتي حأشكل عنده نية وعزم حتى يكون يقوم بعرض المنتج واستخدام المنتج استخدام تجريبي، حيروح على الديمو برودكت أو برودكت ديمو، يقعد يجرب هذا المنتج ويشوف أشكال المنتج حتى إنه يحط هذا المنتج وين في سلة المشتريات. بعد ذلك سينتقل هؤلاء الناس إلى عملية مين؟ التقييم. حيروح يقيم المنتج. كيف يقيم المنتج؟ حيروح يشوف مين المراجعات، الناس اللي راجعت استخدمت وعملت تقييمات للمنتج وأعطت المنتج 5 من 5، مين اللي أعطى شهادات حية عن المنتج، ناس مؤثرين تكلموا قالوا أنه هذا المنتج أفضل المنتجات اللي شفناها، ناس على مستوى وزراء، على مستوى أكاديميين، على مستوى عالي جدا. إيش في جوائز أخذوا هذا المنتج؟ ايش في عندي كفاءات ابرزت، او ايش في عندي تثبيت اشياء اثبتت كفاءه هذا المنتج، شهادات حيه للجمهور المختلف. لذلك مرحله التقييم حيدخل فيها المستهلك قبل عمليه الشراء، اصبح قبل ما يصير عمليه الشراء ودفع الاموال يجب ان يمر العميل بالمراحل التاليه الاولى والمرحله، هنا المرحله الثانيه وهنا المرحله الثالثه وهذه المرحله مين وهذا الرابعه وهذه المرحلة الخامسة لمرحلة التقييم، وآخر مرحلة هي مرحلة الشراء، إتمام عملية الشراء. فأصبح مش حيجي عندي يا جماعة إني أنا أروح للناس أقول لهم اشتروا، بقدر ما إني أنا أتقل فيهم من هدف إلى هدف، من مرحلة إلى مرحلة، حتى أنتقل فيهم لاتخاذ القرار الشرائي. طب السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، إيش علاقة هذا الكلام أنا بدي أحكي فيه بالمحتوى التسويقي؟ أيوان، أصبح لكل مرحلة هدف. لكل مرحلة هدف. طيب هل لكل مرحلة وهدف يوجد أنواع معينة من الداتا تايب أو من أنواع المحتويات؟ نعم، يوجد لكل مرحلة وهدف تسويقي يوجد أنواع معينة تفي بهذا الغرض وتوجه لمين؟ للفئات المستهدفة. طيب تعال ناخذ الديجيتال ماركتينج فنل. جينا هنا، هاي الجمهور بده ينتقل من حال إلى حال. أول حال الفيزيتور العادي، الجمهور العادي. ثاني إشي الفانز، المتابعين، الناس المعجبين اللي بتفاعلوا. ثالث شيء اللي هو الناس الفيزيتور، بصير هو دائما بيجي إيش، بيزور الموقع، بيزور بإيش، بتكرار الموقع. بعدك بصير يقرأ المحتوى تاع الموقع، بصير يأخذ وقت من في الموقع حتى إنه يقرأ المحتويات سواء الديتيلز أو المقالات أو ما إلى ذلك. ومن ثم سيكون هو عبارة عن جلبناه من قارئ محتوى الى الليدز، يعني صرنا ايش، صرنا عباره عن واخذناه كانسان عميل، صار هو في 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 اطار من عملاء الموجودين عندي، يعني اداني بياناته من الاخر، يعني بدا يعطيني بياناته، يثق في هذه المنصه او يثق بهذه الحمله فيعطي بياناته للحمله هذه حتى انه يصير بروسبكت، انه متوقع، صار عميل متوقع وسينتقل الى عميل، وسيعود هنا في المرحلة هذه إنه عميل متكرر يمر مرة أولى ومرة تانية، هذا صار عميل عندي بإيش، عميل دائم صار عندي في الموضوع. آخر شيء إنه كيف بده ينتقل من العميل الدائم إلى هو براند أدفوكيتور، هو بده يصير هو نفسه مروج للبراندينج هذا. فشوفوا العملية هذه يا جماعة بدأت من وين وانتهت لوين، أصبح هذه المراحل المختلفة انتقلنا فيها في الجمهور العريض الكبير من حالة إلى حالة. أصبح إن اليوم هنا إيش عندي، top of funnel اللي هو المحقن الكبير أو الجمهور الكبير أو الجمهور العريض. شوف إيش كان المرحلة الأولى، بدها awareness، توعية. شفت إيش بدها؟ بدها توعية. طيب كيف أنا بدي أوعي الجمهور هذا؟ بوعي الجمهور هذا بالأنواع البيانات المختلفة، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي إيش، هي بكفي الأربعة هذول. أصبح بوعي الجمهور من خلال الدعايات الأونلاين، من خلال النيوز جاك ترندز، من خلال هو إيش، القصص الرقمية، من خلال الفيديوهات القصيرة اللي بتحمل مين، بتحمل قيم هذا المنتج. أصبح اليوم في عندي أنا مجموعة من المحتويات، أربع أنواع من المحتويات، هذول كانوا متناسقين ومنسجمين مع الجمهور العريض اللي هو فعلا ما بيعرفش عني ولا شيء، ليحققوا مرحلة التوعية حتى
سيتعرف هذا الجمهور على قيم المنتج، ويتعرف هذا الجمهور على المشاكل اللي بيعاني منها ذكره، ويتعرف هذا الجمهور على القيم اللي أنا جايب له فيها أشياء كثيرة جدا خلال المنتج اللي أنا رايح لإله، رايح لأسوق لإله. أصبح هذه الأنواع من المحتويات. أوكي، انتقلنا الآن لمرحلة مين؟ الاعتبار. صار في عند الناس صارت توعى، صارت واعية، صارت مدركة لإيش هذا المنتج وإيش قيم هذا المنتج العامة. صارت هذا الاعتبار يجب أن يتشكل هذا الاعتبار لمين؟ للجمهور اللي هو صار فيزيتور، صار هو زائر، صار يجي يزور مرة ومرتين وثلاثة، صار يجي يقرأ ويتفاعل مع محتوايا حتى أنه يعطيني بياناته. هذه المرحلة المتوسطة في الفانل أو في مرحلة الشراء أو مرحلة رحلة العملية الشرائية إلها مجموعة بيانات مختلفة. طب إيش إلها؟ إلها ويب سايت أو أوبتمايزيشن سيو، إلها بلوج اللي هو إيش؟ مدونة، حتى نحط فيها هاو تو اللي هو مقالات كيف لنا أن نعمل. إلها صار في عندي أشياء تعليمية، صار أنا لازم أنا عشان أصير في اعتبار للموضوع يجب أن يكون في محتوى هو فيديو تعليمي، يجب أن يكون كاستمر ستوريز اللي هو إيش؟ قصص العملاء السابقين، حتى إنه أنا لما باجي أنتقل في الناس من الزوار العاديين أو من الجمهور العام إلى جمهور خاص يجب أن يكون في محتوى خاص يتناسب مع احتياجات هذا الجمهور، ومن المحتوى الخاص وأنواع المحتوى الخاص اللي بتناسب مع هذا النوع من الجمهور اللي هو في المرحلة المتوسطة بنتكلم عن المحتويات. الأمامنا هذه كلها عبارة عن محتويات بتتناسب مع مين؟ مع الجمهور اللي في المرحلة الوسط قبل اتخاذ عملية مين؟ عملية الشراء. طيب بننتقل بعد هيك على مرحلة وهدف ثالث، الهدف الكونفيرجين، انه كيف بدنا ننتقل من الجمهور اللي احنا وعيناه وخليناه يعتبر او يشعر انه فيه هناك اعتبار لهذا المنتج فيقرأ هذا المنتج ويعطي هذا المنتج بياناته ويعطي هذه الحملة بياناته، الى مرحلة الكونفيرجن التحول. انا هنا بدي اتحول فيه من جمهور عام الى جمهور خاص. شوفوا هنا المنطقة ايش طاقة المنطقة هذه، صار هجتها في عندي مرحلة تحول انه انتقلت فيه من جمهور عام، من زائر عام مارج هيك وشاف البوست تبعه وشاف الدعاية تبعتي، فهو انتقل الآن إلى مرحلة ثانية، هو صار يعمل اعتبار لهذا المنتج. المرحلة الثالثة صار هو عبارة عن متحول من زائر عابر إلى زبون وعميل قائم موجود. طيب إيش المحتوى اللي إحنا بنحتاجه حتى نصل في الناس هذولا إلى مرحلة الكونفيرجن؟ بنحتاج نعتبره ليد مانجمنت أو ماجنت، بنعتبر لاندنج بيج، نجيب له فري ميني كورسز، ايفنتس، سيلز اوفر، يعني بنقدم له اعتبار، عفوا هو مجموعة من الاوفرز، مجموعة من البروموشنز، بنتكلم عن موضوع اللي هو التخفيضات، بنتكلم عن الاحداث المعينة اللي هو بينتظرها، كيف احنا نعطي له احداث معينة مهمة بالنسبة له لهذا العميل، كيف نعطي له لاندنج بيج اللي هو صفحة، هذه الصفحة من خلالها يحط بياناته الخاصة حتى نرجع نتواصل معه مرة أخرى. هذه كلها عبارة عن محتويات، هذه المحتويات وأنواع المحتويات بتتناسب مع مين؟ بتتناسب مع الهدف التسويقي هو الكونفيرجن والتحويل المجتمع أو تحويل العملاء من زائر عادي إلى عميل، وبتمر من خلال الفانلز في الثلاثة، في الليد وفي البروسبكت وفي الكاستمر، إنه كيف جبت العميل خليته يسجل بياناته، كيف خليته عميل متوقع، كيف أنا خليته عميل دائم عندي في الموضوع. آخر شيء أو قبل الأخير اللويالتي، كيف بدي أنا أبني عنده الموثوقية وأبني عنده الثقة في هذا المنتج. عشان أنا أبني الثقة في هذا المنتج يجب أني أنا أعطي له مجموعة من المحتويات، هذه المحتويات بتزيد ثقة الجمهور بهذا المنتج، منها اللويالتي أوفرز، أنه أنا اليوم بتكلم قاعد أنه في عندي شغلات أو في عندي محتويات موثوقية، يعني زي شهادات حية عند الناس، الناس بتقدم لي شهادة إن أنا إنسان منتج، أنا ماخذ جائزة بهذا المنتج، أنا ماخذ شهادة مثلاً الآيزو في هذا المنتج. طيب كاستمر فريكوينت أسك كويشن، أنا بقدم مجموعة من الإجابات والأسئلة على هذه مجموعة من الأسئلة العامة والشائعة والإجابات عن هذه الأسئلة العامة والشائعة، بقدم إيميل وفورمز وإيش منتقى، بحيث يصير في حوار وفي نقاش بين الجمهور وبين الناس المشترين وبين الناس الخبراء الموجودين، هذه بتدي الموثوقية أكثر في هذا الموضوع. ومن ثم سننتقل إلى مرحلة الأدفوكاسي اللي هو مرحلة المدافعة. أصبح ما بصير اليوم أصل لموضوع
انه انا اخلي الناس تشتري فقط، لا غير، لا، يجب ان انتقل في الجمهور من جمهور عام الى جمهور مدافع، وهذا الجمهور المدافع انا في عندي هدف ان انتقل فيه لانه هو يكون انسان مدافع. طب كيف بدي اخليه مدافع؟ بدي انا اقدم له مجموعه من المحتويات، منها الفان يو جي سي كونتست، الفايرال كونتنت، الانفلونسرز، يعني بقدم له المؤثرين، بقدم له المحتوى الفيروسي او الفايرال كونتنت، هو محتوى ايش؟ السريع الانتشار وعليه تفاعل كبير جدا، بقدم له اللي هو الشهادات المعجبين وشهادات الناس المتابعين وشهادات الناس اللي على مستوى عالي جدا، حتى انتقل في هذا الجمهور من جمهور او من كاستمر عادي الى كاستمر عائد مره ثانيه وثالثه، بل ويدعو الاخرين الى تبني هذا المنتج والشراء من هذا المنتج. اصبح بهكذا حال وبهذا النموذج وجدنا ان هناك مجموعه من المستويات للعملاء، وجدنا مجموعه من انواع المحتويات المتنوعه والمنسجمه مع كل فئه من هذه الفئات او مع كل مرحله من هذه المراحل، وهذه المحتويات تنسجم مع الأهداف التسويقية التي ستنتقل في العميل في رحلة الشراء من التوعية إلى التبني أو إلى الترويج لهذا المنتج. هذا النموذج جميل جدا، احنا في تفصيلاته حيكون في سلايد آخر موجودة عليها التفصيلات أكثر، هيكون هذا معتمد، ولكن جبنا هذا الموضوع حتى ايش نستقيم او يكون واضحة الفكرة. اما التفصيل والمضمون حيكون في السلايدات الثانية. طيب قبل ما ندخل على السلايد المهمة او الرئيسية عندي، نفس الفكرة، شوف النموذج هذا بينتقل في الجمهور من جمهور، هاي السيلز فانيل، هاي رحلة الشراء او رحلة مين؟ رحلة الجمهور في اطار الشراء، انتقلنا فيه من الاويرنس ستيج، مرحلة الايش؟ التوعية، العالم كله او مش العالم، الجمهور اللي انا بستهدفه عريض، يعني في عندي كمية كبيرة من الجمهور انا هنا بشكلهم ايش؟ بشكلهم مرحلة التوعية. طب عشان انا احقق مرحلة التوعية بحتاج لكل هذه المحتويات او هذه انواع المحتويات اللي انا كلها بستخدمها حتى احقق مين؟ احقق غرض التوعية. منها تعالوا شوفوا موضوع كيف المدونات، موضوع الايميل هو النيوزلتر والقوائم البريدية، موضوع التيبس والارشادات، موضوع الانترودكتوري وايت بيبر، كيف اقدم وايت بيبر، هذه كلها عبارة عن انواع محتويات تنسجم مع المرحلة الاولى في السيلز فانيل او في رحلة العملية الشرائية، هي ايش؟ مرحلة التوعية. بعد ثم ننتقل على مرحلة مين؟ التقييم، يعني مرحلة تنتين ثلاثة، قسم هنا الكاتب او قسم هنا المؤلف المراحل الى ثلاثة مراحل، في السابق قسمناهم كمرحلة، قسمناهم فوق الست سبع مراحل، هنا قسمهم اختزلهم او اختصرهم الى ثلاثة مراحل. هذه مرحلة evaluation، التقييم، ايش فيها التقييم؟ فيها مجموعة من المحتويات تتناسب مع هدف التقييم، ومن ثم المرحلة الاخيرة مرحلة الشراء، في لها مجموعة من المحتويات تتناسب مع مرحلة الشراء واهداف مرحلة الشراء. لذلك اهمية يا جماعة الأهداف التسويقية التي نجلبها من موضوع السيلز فانيل أو من مجموعة اللي هو الخطوات اللي بنشتغلها في رحلة الإنسان الشرائية، هذه كلها أهداف متنوعة، لكل هدف أمامه مجموعة من المحتويات اللي بتتناسب معاه، يجب أن نتعرف على هذه الأهداف وهذه الأنواع من المحتويات حتى نحسن اختيار نوع البيان أو نوع المحتوى الذي يناسب المرحلة ويناسب الهدف التسويقي. سيكون في السلايد هذه، هذا السلايد هو الذي اعتمدناه وهو المعتمد، وهي زي ما انتم شايفين باللغة العربية، أول مرحلة قلنا أن مرحلة التوعية، ومن ثم مرحلة الاعتبار، انه كيف يصير في اعتبار للمنتج. انتقلنا الان في 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 العميل من المرحلة الاولى هي مرحلة التوعية، ومن ثم المرحلة الثانية مرحلة الاعتبار، صار العميل يعتبر هذا المنتج، يعني يستمع لهذا المنتج ويتفاعل مع هذا المنتج، ومن ثم يكون مرحلة اتخاذ القرار اللي هو ما بين التقييم، ما بين اللي هو اتخاذ قرار الشراء، كيف تحول من عميل عام الى عميل خاص، ومن ثم كيف احتفظنا في انه عميل ويتخذ القرار الشرائي ويعود مره اخرى، بل ويدعو الاخرين الى ايش؟ الى التبني هذا المنتج. لاحظوا معي في التوعيه هنا في عندي اهداف تسليه، او في حيكون عندي المحتوى اللي هو ايش؟ من انواع المحتوى اللي هو انواع التسليه. في الاعتبار حيكون في عندي محتوى تعليمي ومحتوى اقناعي،
في موضوع اتخاذ القرار عندي محتوى لغرض التحول، كيف نحول الجمهور من جمهور عام إلى جمهور خاص. الاحتفاظ بالعملاء يجب أن يكون إيش محتوانا منسجم مع مين، مع طرق المحافظة على العميل. تو اجينا قلنا الأول نوع من أنواع المحتوى هي اختبارات قصيرة، يعني أنا اليوم عشان أحقق الهدف والغاية من المحتوى وتكون غايتي من المحتوى هدف توعوي، يجب أن أقدم واحدة من هذه المحتويات. نتكلم هنا اختبارات قصيرة كويز حتى نختبر الناس، ما رأيكم؟ هل أنتم مع أو ضد المنتج؟ من يحب هذا المنتج؟ من لا يحب هذا المنتج؟ اختبارات قصيرة بسيطة جدا حتى نأخذ الناس من العالم العام إلى عالم خاص. فيديوهات ذات علامة تجارية، فيديوهات هذه الفيديوهات تعبر عن مضامين العلامة التجارية. فيديو قصير جدا، نحرك هذا الفيديو حتى نربط العلامة التجارية بمضامين أو بركائز خاصة بالعلامة التجارية. برضو هناك ألعاب، يمكن أن نستخدم مجموعة من الألعاب حتى تحقق غرض مين؟ غرض التوعية. أيضا هناك تحديات ومسابقات، هناك قائمة مشاركات، نتكلم قاعدين على إيش؟ على مشاركات اللي هو البوست، اللي هو السوشيال ميديا بوست، اللي هو التصاميم السوشيال ميديا اللي إحنا ممكن نصممها قوالب صغيرة جدا بتحمل محتويات صغيرة. هذه المحتويات هي عبارة عن القيم اللي بتحملها مين؟ تعبر عن القيم اللي بتحملها هذا المنتج. مشاركات اجتماعية للنقاش، يعني أنا ممكن أفتح بوست أو أعمل تصميم قالب، أو مش قالب عفوا، هنا تصميم محتوى سوشيال ميديا. هذا المحتوى يكون بسيط المحتوى فيه، ولكن بفتح من خلال مضمونه القاعدة على النقاش. مشاركات منتقى، أن أجيب مجموعة من الأقوال، مجموعة من الاقتباسات، مجموعة من المحتويات. هذه المحتويات تعبر عن قيم هذا المنتج وتكون بسيطة ومؤثرة لدى الجمهور. هذه كلها عبارة عن محتويات تتناسب وتنسجم مع الأهداف التوعوية. أصبح يا أخي يا متابعني، إذا كانت أهدافك التسويقية تنطوي تحت الأهداف التوعوية، فننصحك هنا باستخدام واحدة من هذه الأنواع من البيانات. لا تذهب إلى الأنواع أخرى حتى لا يحدث هناك أي التباس. أصبح حتى ننتقل في الجمهور من جمهور عام إلى جمهور خاص، من جمهور نمر بالمراحل التالية. أول مرحلة مرحلة التوعية، هذه المرحلة لها مجموعة من البيانات ومجموعة من المحتويات تنسجم مع هذا الهدف. يجب أن نستخدم هذه الأنواع ويكون أفكارنا منطوية في إطار هذه الأنواع من البيانات. طيب انتقلنا الآن في الهدف الأول إلى من الهدف الأول إلى الهدف الثاني. الهدف الثاني كان هدف التعليمي. عشان أنا أحقق الهدف التعليمي أنا بحتاج، بس نرجع للخلف، شكله ما فيش رجع للخلف. طيب ما في مشكلة. هنا الآن لو جينا قلنا نموذج اختبار نفس الكلام اللي احنا حكيناه في السابق، ولكن النموذج اللي كان بالجداول هو عبارة عن نموذج مفرغ. نفس البيانات اللي هنا هيها موجودة وين؟ موجودة في السابق بالمناسبة، ولكن هنا عبارة عن نموذج فينا بس نستخدمه للشرح. أما الاعتماد للبيانات كلها وحسب اللغة العربية حتكون في الجدول السابق. طيب نرجع احنا بس نعيد الشرح بالكلام هذا بالإطار الموجود. صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لو جينا احنا هنا، هذه مرحلة من المراحل، هذه مرحلة التسلية انترتين، هذه هنا التوعية، يعني عشان أنا أوعي الجمهور بستخدم هذه الأنواع من المحتويات. ركزوا معي، عشان أنا أوعي الجمهور بحتاج إلى مجموعة من المحتويات تحقق غرض التسلية والتوعية. ما بصير إني أقول للناس تعلموا، ولا بقول للناس تفاعلوا، ولا بقول للناس عفوا اشتروا. فكل هذا ممنوع في المرحلة الأولى. أول مرحلة يجب أن تتسم بالعاطفية. كيف العاطفية؟ يعني أنا أستخدم مجموعة من المحتويات تدغدغ مشاعر وعواطف الجمهور وتسلي الجمهور حتى نحدث نوع من مين؟ من التأثير على الجمهور. كيف يتم الكلام هذا؟ فايرلز، أخرج مجموعة من الصوتيات، المؤثرات الصوتية. كيف يتم ذلك؟ أوجد كويز صغيرة، اختبارات قصيرة جدا. هذه الاختبارات تعبر عن قيم معينة، هذه القيم يحبها الجمهور. طيب إيش أسوي؟ أعمل جيم صغيرة، الناس بتحب الجيم وبتتسلى في الجيم. هذه الجيم عبارة عن تحديات معينة، أنا أدخل الجمهور تبعي في مجموعة تحديات. طيب إيش كمان؟ براندد فيديو، فيديوهات قصيرة جدا، هذه الفيديو فيها حركة مع مؤثرات،
مع نغمة، مؤثرات صوتية مع نغمة، هذه تعبر عن المضمون وتغلق بإيش؟ ببراند إسنس، بجوهر علامة تجارية. الحركة هذه تؤثر، تجذب انتباه الجمهور وتربط الحركة بالقيمة، بالصوت، بالعلامة أو بجوهر العلامة التجارية. هذه عبارة عن رسائل مؤثرة تخرج من مين؟ تخرج من محتوى قصير حتى تؤثر بالجمهور. ناهيك على أنه لو كانت المحتوى، هذا المحتوى يرسل رسائل فيها من الاهتمام لدى الجمهور، ستكون رسائل عاطفية. بهكذا حال إحنا بنكون حققنا حققنا التوعية بمحتويات فيها من التسلية وكانت فيها جزء عاطفي. خلصنا المرحلة الأولى، خلصنا المرحلة الأولى، بننتقل على المرحلة الثانية، هي مرحلة مين؟ مرحلة التعليم، فيها نوع من العقلية، من عقلانية. مرحلة التعليم يجب أن يكون فيها نوع من العقلانية الراشنال، وأهدافنا أهداف تعليمية. عشان أحقق الأهداف التعليمية بحتاج أحط أرتكل، مقال، بحتاج أعرض إي بوك لو كتاب إلكتروني، بحتاج أعرض إنفوغرافيك، بحتاج أعرض ريبورت تقرير، بحتاج أعرض إرشادات وتوجيهات، بحتاج أعرض برزنتيشن باوربوينت برزنتيشن أو سلايدز. طب أوكي، هذه كلها محتويات توجد حتى تحقق، أو وجدت حتى تحقق الغاية والهدف من مين؟ من التعليم. ومن ثم سننتقل إلى مرحلة مين؟ الكونفنس، الإقناع. حقيقة أنا بدي أنقل في من مرحلة التعليم إلى مرحلة الإقناع. إيش بحتاج من محتويات؟ كل هذه محتويات بحتاجها لمرحلة الإقناع. هذه مرحلة في اتجاه عملية مين؟ في اتجاه عملية الشراء. قربنا، أيوان شفتوا كيف؟ قربنا ننقل الناس من حالة المستمع والمشاهد لحالة أنه يتعلم أكثر. هنا انتقلنا فيه لأنه إيش؟ نقنعه بالمنتج تبعنا، حتى ننقل من حالة المستمع إلى حالة متخذ القرار الشرائي. طب إيش بحتاج من معلومات أو إيش بحتاج من أنواع بيانات؟ بحتاج كيس استديز وحالات دراسية، بحتاج تشيك ليست قائمة بالمنتجات تبعتي، بحتاج أن أعمل والله ويبينار هو موضوع كيف الفيديو، فيديو كونفرنس، كيف أديله كالكوليشنز وحسابات أو بروموشنز أو 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 أربطه مع اللهم صل مع بيانات المنتجات وفيديوهات خاصة بالمنتجات. ومن ثم انتقل الى اخر مرحله، هي الانسبير، ليش؟ الالهام او الادفوكيتور، او كيف بدي انا اخليه هو عباره عن الملهم لهذا المنتج تبعي حتى يصل بشهاداته وبكلامه وبارائه ليدافع عن هذا المنتج ويخبر الاخرين عن منتجنا. وهيك انا بكون فعلا وزعت المحتويات على الاهداف التسويقيه، وانتقلت في الجمهور من حال الى حال، وما تخبطت، وما بدأت من الآخر، وما بدأت أقول للناس هذا منتج وهذه مواصفات منتج، بل بالعكس أنا قدمت القيم وقدمت الفاير وقدمت البراندد فيديو وقدمت كل هذه المحتويات اللي كانت تدغدغ العواطف والمشاعر وتؤثر بالجمهور، وانتقلت بالجمهور من حالة إلى حالة، من مكان إلى مكان، باستخدام مجموعة متنوعة من المحتويات حتى وصلت معاهم لأنهم يتخذوا القرار الشرائي. وهيك إحنا بنكون فعلا أثبتنا أنه عملية التسويق هي عملية ليست عملية بالسهلة وليست عملية سريعة، بل هي عملية تراكمية تنتقل في الإنسان من حالة إلى حال، ومن ستيج إلى ستيج، ومن أهداف تسويقية إلى أهداف تسويقية. ويجب أن يكون هذا في اعتباراتنا في صناعة المحتوى وفي مقترح صناعة المحتوى. طيب أنا صراحة هنا وصلت للمرحلة أنه أنا فعلا كيف بدي أبني المحتوى. يا جماعة، في عندي 4 أو 3 ترشيدات في موضوع بناء المحتوى. يجب علينا أن نتعلم ونبني المحتوى كناشرين وليس كبائعين. ركزوا معايا، الناشر في عنده قيمة، بيعرض قيمة من خلال طريقة معينة، من خلال كتاب، من خلال فيديو، من خلال دوكيومنتري. هذه القيمة هي يجب أن نركز عليها في صناعة المحتوى، ولا يجب علينا ولا يجب أن نبيع المحتوى أو نعرض المحتوى كبائعين. 2، يجب أن نفكر كناشرين في إدارة المصادر. إيش المصادر؟ لما باجي ببني المحتوى مش هيكون عندي فرد واحد يبني المحتوى، ولكن هو عبارة عن مجموعة من الأقسام المختلفة المترابطة مع بعضها البعض، هي تتعاون في إنتاج وبناء المحتوى. آخر شيء، عملية التخطيط والتحسين على المحتوى هي عملية مستمرة وتتناسب مع الأزمان وتتناسب مع الفئة المستهدفة المتغيرة ومع الأهداف التسويقية. طيب، أول شيء يجب التعلم من بناء المحتوى كناشرين
هنا المعروف أن الناشر يركز على القيم. مثلاً اليوم الناشر بيعرف إنه العالم كله متجه إلى الكورونا، إيش بروح بسوي؟ بروح ببني كتاب احفظ حياتك وحياة أسرتك من الكورونا، وبروح بضع التعليمات والتوجيهات وبضع الإرشادات وبضع العلاجات وبضع النصائح، وكل هذه عبارة عن محتويات بيكتبها في إطار كتاب أو في إطار مثلاً فيديو دوكيومنتري فيديو. بمجرد بإنه هذا المحتوى يكون كتب بقيم وباهتمامات الناس بتنتظرها، أصبح الناس ستكون بانتظار هذا المنتج وستندفع نحو هذا المنتج أكثر ما إنك أنت تقول للناس اشتروا هذا المنتج، بل بالعكس أنت تبني هذا المنتج باحتياج الناس وتكون قيمك هي عبارة عن احتياج الناس. هنا حتولد اهتمام الناس فتأتي الناس عليك أكثر ما إنك أنت إيش تنشر لهم طيب إدارة المصادر لازم نفكر فيها كناشرين وليس كبائعين، لأن هناك المحتوى التسويق يتم بناؤه من خلال أقسام مختلفة، لذا يجب أن نرسم الخرائط ونوجه الناس من مكان إلى مكان. نبدأ في الكتابة من كاتب المحتوى وصانع الأفكار، ومن ثم المدقق للمحتوى إديتور، ومن ثم اللي هو نتكلم المصمم، ومن ثم المحرك، ومن ثم موضوع الإيش مهندس الصوت، حتى نصل لمين؟ للناشر. أصبح اليوم يجب أن يكون لدينا تسلسل في هذا الموضوع، ويجب أن يكون إدارة واضحة بمن سيعمل معنا وكيف سندير هذه المحتويات أو كيف سندير هذه العملية في البناء. أدوات وبناء نشر المحتوى يجب أن نركز من خلالها على التالي. أول شيء يجب أن نضع تعليمات خاصة في بناء العلامة التجارية. العلامة التجارية مش الشعار وبس، يجب أن نوضح الشعار، ألوان الشعار، خطوط الشعار، الجوهر العلامة التجارية ما هو. كل هذه عبارة عن توجيهات يجب أن توضع قبل موضوع اللي هو اعتماد العلامة التجارية. من ثم سنقوم في موضوع وضع الأجندة الخاصة بالمحتوى اللي هو الأجندة خاصة بصناعة المحتوى، ومن ثم نتكلم عن موضوع خرائط تدفق الأعمال، كيف بتتدفق الأعمال من الأقسام المختلفة، ومن ثم سنتحدث عن خرائط ملفات العمل. طيب تعليمات بناء العلامة التجارية، يجب أن نركز ما هو صوت ولحن أي نغمة العلامة التجارية، أصبح هذا مهم جدا. طيب كيف يمكن أن نجسد ونظهر العلامة التجارية؟ كيف في شكل العلامة التجارية؟ هل العلامة التجارية نصية؟ هل عبارة عن صورة؟ هل عبارة عن نص مع صورة؟ يعني بده يكون عنده شكل معين. ما هو اللون والخط الخاص بالعلامة التجارية؟ يجب أن نضع التعليمات الخاصة بالبناء قبل عملية البناء، وهذا إيش مهم جدا في إخراج العملية، إخراج الشعار أو البراند بشكل ممتاز. فننتقل على أجندة المحتوى. يا جماعة هنا أجندة المحتوى تعمل على مساعدة مسوقين المحتوى على التخطيط وإدارة المحتوى الذي سيتم مشاركته عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، وكذلك تحديد أوقات النشر والمشاركة. يعني اليوم أنا لما بصنع محتوى، ليش بصنع المحتوى؟ مش عشان أنشره؟ طيب اليوم يجب أن يكون في عندي أجندة ما بين إن أنا هذا المنتج الموجود عندي متى سيتم إنتاجه؟ سيتم إنتاجه بعد أسبوع. طيب بعد ذلك سيتم تخزينه، بعد ذلك سيتم نشره يوم إيش؟ يوم مثلا 1/5. طيب بعد ذلك المحتوى الثاني متى سيتم إنتاجه، متى سيتم نشره، متى سيتم تخزينه. فعندنا موضوع الأجندة يجب أن يكون مضبوط، ويجب أن نستخدم شيتس مختلفة، إما باستخدام برنامج الإكسل أو أي برنامج آخر نوضح فيه المحتوى بإخراجاته، متى سيكون نشره، أوقات نشره، المنصات التي سينشر من خلالها. هنا عندنا مجموعة من الأدوات ممكن أن نستخدمها في إدارة بناء المحتوى وتقسيم بناء المحتوى على الأقسام المختلفة في برنامج تريلو. يمكنكم مشاهدة الفيديو عبر مين؟ عبر رابطنا دولة، حتى نتعرف على برنامج تريلو وكيف يمكن أن يعمل، حتى نوزع من خلاله المهام على فريق العمل المختلف من كاتب المحتوى، من المصمم، من المنتج، من المسوق، من المهندس الصوت. كل هؤلاء يستخدمون أو يعملون على صناعة المحتوى. كيف لنا أن ندير العلاقة بين هؤلاء الناس حتى ننتج العمل بأوقات وبجودة عالية؟ نستخدم برنامج تريلو أو نستخدم برنامج الإكسل حتى نوضح المهام على أفراد الفريق المختلفة، ومن ثم نضع جدول النشر من خلال برنامج الإكسل. أو ممكن هناك عندنا أداة هوت سوت، هذه الأداة تستخدم في النشر أو في إدارة عملية النشر. كيف إذا كان عندي والله مجموعة من المنصات أنا بستخدمها حتى
حتى في وانشر على مجموعه مختلفه من المنصات، فانا بحتاج الى اداه اجدول فيها هذا النشر، فبستخدم الهوت سوت. ممكن يكون عندي فيسبوك وتويتر وانستغرام في نفس اللحظه، بدي مثلا الفيسبوك ينتشر مثلا الساعه 1 بالليل، انا بعمل جدول للعمليه وبحمل الملفات تبعتي، وانا نايم الساعه 1 بالليل بلاقي المنشور انتشر من خلال مين؟ ميزه الهوت سوت، او من خلال اللي هو التول بتاع الهوت سوت اللي بيعمل عمليه اداره لعملية النشر مسبقة، وانت بتكون يعني مش موجود، ممكن ينشر لحاله اوتوماتيكي. طيب، خرائط سير العمل في بناء المحتوى هذه عبارة عن انه نوضح مين اللي بده يشتغل وايش مهام كل فريق من من من, من فرق العمل، والفريق هذا بياخذ العمل من مين وبينتقل بالعمل الى مين. يعني يجب ان يكون كل فرد من افراد العمل واضح المهام الوظيفية له، واضح بيستقبل البيانات تبعته من مين وبيرسلها لمين. هذا يجب ان يكون واضح. لو اجينا قلنا مسار، هذا كمثال موجود عندي مسار انتاج الاعمال، اعمال انفوجرافيك. اول شيء بيختار التوبيك مين كاتب المحتوى، ومن ثم بينتقل الى موضوع الانفستيجيت اند ريسيرش، بيعمل عمليه بحث على الفكره، هل الفكره موجوده او غير موجوده، وممكن يعمل عمليه بحث قبل موضوع يختار التوبيك. المهم اخترنا توبيك، عملنا عمليه بحث لافكار معينه، بعد جمعنا، عملنا كولكشن داتا، جمعنا البيانات الخاصه بالانفوجرافيك، بعدك حللنا البيانات، ومن ثم رحنا بحثنا عن افضل نموذج للاخراج، ومن ثم رسمنا درافت خاص عبر الوحده الايش الرسامين مثلا او المصممين، ومن ثم عملنا تقييم او اختبار او بنسموها اديت التحرير، حررنا المحتوى والنص، وجدنا انه دقيق، المحتوى دقيق والنص دقيق واللغه دقيقه، كل شيء 100%، ومن ثم اختبرنا، واخر شيء رحنا ايش عرضنا ونشر هذا المحتوى. اصبح ما بصير اليوم انا ينتج الانفوجرافيك خلاص هو انتج الانفوجرافيك، لا، بل هناك مجموعه من الافراد، مجموعه من الديبارتس، مجموعه من الاقسام تستخدم هذه الاقسام في انتاج الانفوجرافيك بمراحل مختلفه. كل قسم او كل فرد له مجموعه من المهام يقوم فيها ويؤديها على اكمل وجه. يعني مثلا هذه المرحله يؤديها كاتب المحتوى، هذه المرحله يؤديها المصمم، هذه المرحله يؤديها الناشر. يعني اصبح انا في عندي ايش ثلاثه اقسام وثلاثه افراد، وكل فرد او كل قسم لديه مجموعه من المهام يقوم بادائها، حتى نصل بالفكره او بالمحتوى من فكره الى نشر لهذه الفكره او انتاج ونشر لهذه الفكره. طيب، في عندي مراحل لخرائط سير العمليات. لو انا جيت مثلا على مشروع كومينج تريننج، وجدت انه هناك عندي مجموعه من الاقسام، كل قسم له مجموعه من الاعمال اللي بيكون فيها والتسلسل. لو اجينا هنا وجدنا اداره الشراكات، هذه المنصه بتدير موضوع شراكات ما بينها وبين بروفايدرز او مزودين خدمه. بيجي اول شيء هذا القسم بيعمل عملية بحث والتواصل، بيبحث عن مين الشركاء المتوقعين أو المزودين المتوقعين ويتواصل معهم، بتواصل إما عبر الإيميل أو بتواصل عبر إيش؟ عبر الواتساب أو أي وسيلة من الوسائل المتاحة. بعد عملية التواصل بتواصل مع إيش؟ مع المراكز، ومن ثم بتابع السيو للكورسات نفس القسم، ومن ثم إيش بيقوم؟ بيقوم بيعمل عملية رفض أو قبول الكورسات اللي مقدمة من مزودين الخدمة، ومن ثم يبحث عن موضوع المراكز حسب التخصصات وحسب الكريتيريز المختلفة الموجودة هنا. أصبح هذا عبارة عن توصيف وظيفي أو تسلسل الأعمال أو توضيح للأعمال اللي بيقوم فيها هذا القسم، وهو عبارة عن خرائط سير العمل لمين؟ للقسم هذا اللي بيقوم بالأعمال ما بين البحث عن الشركات وما بين إدخال المحتويات من خلال المزودين. طيب، وحدة البحث والتواصل إيش مهامها؟ مهامها التواصل مع المراكز، متابعة السير للكورسات، متابعة عملية الدفع للمراكز، قبول أو رفض الكورسات لكل مركز، البحث عن المراكز من خلال الدولة أو اللغة أو كذا أو كذا. فأصبح اليوم أنا هذه الوحدة، بالمناسبة هي الوحدة هاي تفصيلتها اللي هنا، هاي تفصيلتها في الإيش في الرسم هذه، هي لاجب أن يكون عارف المهام الوظيفية والتسلسل الوظيفي لمين؟ لأفراد هذه الوحدة، حتى يكون عندي خرائط. طيب، خرائط ملفات العملاء مثل ما ذكرنا في السابق، إنه هي عبارة عن بيرسونا أو عبارة عن ملفات بيتم وضع فيها المحتويات الخاصة بالعملاء، مين هم، اهتماماتهم، المنصات اللي بيستخدموها، الأجهزة اللي بيستخدموها،
هنا بدي يكون واضح لمن سيتم صناعة المحتوى، بدي أستفيد من هذه الملفات حتى أعرف أنا من مين بصنع المحتوى، وما هي الدوافع لدى العملاء التي تجعل المحتوى فعال من قبلهم. هذه الإجابات أنا بأجيب عليها بعد ما أتعرف على الناس وأتعرف على الجمهور المستهدف. هيك أنا بكون تقريبا خلصت موضوع الفصل وأديت المحتويات، أديت عفوا عرفت المحتوى وعرفت المحتوى التسويقي وأعطيت الخطوات بناء المحتوى التسويقي بالأربع مراحل، وتكلمنا على الأدوات اللازمة والخرائط اللازمة، سواء خرائط بناء المحتوى أو تسلسل عمليات بناء المحتوى أو خرائط العملاء حتى نتعرف على العملاء أكثر ونوجه إنهم المحتوى اللي بتناسب معهم. اليوم حيكون في عندي مشروع خاص بالفصل الثاني وهو بناء خطة محتوى تسويقي. هذه الاستراتيجية التي تكلمنا فيها في السابق يجب أن تكون هي المرجع لبناء خطة محتوى تسويقي، تتضمن أول شيء موضوع تصميم وبناء العلامة التجارية بدءا من الشعار، ويجب أن يكون عندي علامات الشعار أو خصائص الشعار أو تعليمات الشعار، لون الشعار، خطوط الشعار، مين اللي هو جوهر العلامة التجارية. كل هذه الأمور يجب أن تعرف ويصمم هذا الشعار وجوهر العلامة التجارية. وخلصنا الكلام هذا بننتقل على المرحلة الثانية حتى نتعرف على الفئات المستهدفة وخصائصهم من خلال البيرسونا، نتعرف مثلا الطالب مين هو، الطالبة مين هي، ايش اهتماماتها. لو جمعنا لنا 10 مثلا من المستهدفين ممكن نقسمهم بكل سهولة وبكل وضوح، ومن ثم بعد ما نوزع الفئات المستهدفة ونعرف الفئات المستهدفة اللي احنا بنستهدفها في عملية التسويقية، بنوزع ركائز ومحاور المحتوى على كل فئة من هذه الفئات. هنا بتناسب المحاور والركائز مع الفئة ويتناسب مع مين؟ ويتناسب مع جوهر العلامة التجارية. باختصار شديد، كيف يمكن أن نفسر جوهر العلامة التجارية بما يتناسب مع الفئة المستهدفة؟ هنا بنطلع الركائز والمحاور يجب أن تكون هي الأساس لبناء الأفكار الخاصة بالمحتوى، ومن ثم سنخرج أفكار للمحتوى تتناسب مع الفئة المستهدفة والأهداف التسويقية. وآخر شيء حنطلع أنواع المحتويات اللازم ننجزها. إذا كان عندي الهدف التسويقي التوعوي يجب أن نضع أهداف محتوى أو عفوا أنواع محتوى اللي هي موضوع اللي هو الفيديو اللي براندد فيديو، يجب أن نضع مثلا كويز أو اللي هو الاختبارات القصيرة، يجب أن نضع اللعبة، يجب أن نضع مشاركات سوشيال ميديا، تصاميم سوشيال ميديا. يعني بناء على النموذج اللي أخذناه في السابق يجب أن نحدد ما هي أنواع البيانات يجب أن نستخدمها أو نبنيها بما يتلائم مع الأهداف التسويقية. بعد يجب أن يكون عندي خطة بناء تصميم ومونتاج أعمال المحتوى بناء على ما تقدم. يجب أن أحرف هنا مثلا تصاميم بطاقات ممكن يكون عندي 10. هذه النماذج اللي بتكلم فيها بالحد الأدنى، ما بدي أنا أفرض على الجميع تصاميم بطاقات بقدر ما بدي أنا أشوف إيش الأشياء اللي يجب أن تعمل فيجب أن تحددها، ولكن بحدود هذا الكاباسيتي من مين أو هذه الأعداد من المحتويات. إذا أنا بدي إنفوغرافيك لغرض التعليم، بدي تصاميم بطاقات لغرض التوعية، هنا بدي 10 أعمال، بدي فيديو قصة رقمية قصيرة لغرض التعليم عبارة عن تحريك لإنفوغرافيك، بدي رقم واحد، بدي إيش عدد أعمال واحد، بدي فيديو قصير جيف يعبر عن البراند فيديو اللي هو اللي بشرح فيه اللي هو قصة معينة أو معنى البراند تبعتي، أو بحط فيه المؤثرات الصوتية مع الحركة مع البراند كيف بده يتحرك مع جوهر العلامة التجارية بظهره. وفي أشياء محتوى تانية يجب أن يكون هناك حسب خطة تسويقية. هذا الكلام بعتقد أنه يكون له فيديو مختلف حتى نصل فيه إلى عمل مميز. وهيك بنكون احنا وصلنا للفصل الثاني وانجزنا موضوع محتويات الفصل الثاني الا وهو استراتيجية المحتوى التسويقي. وبشكر جميع من حضر ووفقكم الله وبارك الله فيكم، وان شاء الله بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.